بحضور فعاليات دينية ورسمية ودبلوماسية حاشدة ومشاركة واسعة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية في المملكة، أحيا المؤمنون الحج المسيحي في مزار سيدة الجبل ببلدة عنجرة التابعة لمحافظة عجلون، وذلك في قداس إلهي ترأسه غبطة البطريرك بير باتيسا بتسابالا بطريرك القدس للاتين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أدى الآلاف من أبناء الكنيسة الكاثوليكية من مختلف محافظات المملكة الحج المسيحي في كنيسة سيدة الجبل بمدينة عنجرة المعتمدة من قبل الفاتيكان بحضور محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور والنائب الدكتور فريد حداد وعدد من مدراء الدوائر الرسمية وشخصيات دبلوماسية ووجهاء محافظة عجلون وجموع كبيرة من المؤمنين القادمين من مختلف مناطق المملكة. ترأس القداس الإلهي الحاشد غبطة البطريرك بيير باتيستا بتسابالا بطريرك القدس للاتين، عاونه المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن إلى جانب راعي الكنيسة الأب يوسف فرانسيس بحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات. وفي عظة القداس قال بطريرك القدس للاتين: إن الحج المسيحي والذي يقام سنويا يسهم في زيادة التآلف بين الجميع ويعبر عن الضمير للعودة إلى الله، مبينا أن الأردن يعد نموذجا يحتذى في العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، داعيا أن يحفظ الله الأردن بقيادته الهاشمية وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان. The presence of God and the action of God in our life, everyday life. إذن النقطة الأولى أحبائي هي أن نرى عمل الله في الأمور البسيطة في الأمور المعتادة والبيتية. Because I don't believe that in our life is all black. ولأنني أؤمن بأنه مش كل إشي في حياتنا أسود. We have problems, of course. We have also consolations in our life. عندنا مشاكل طبعا ولكن عندنا تعزيات. So we have to learn and see in all these the presence of the action of God. في هذه الأمور علينا أن نرى حضور الله تعالى. Second consideration. الملاحظة الثانية. The Holy Virgin, First Elizabeth, see the presence of God in the Holy Virgin and vice versa. The Holy Virgin, the presence of the Spirit. هنالك الرؤية المتبادلة، إن إليصابات ترى حضور الله في مريم العذراء وكذلك مريم العذراء ترى حضور الله في إليصابات. So everyone of the two see the action of God in the others.
وهذا الجميل أن كل واحدة فيهن أو فيهما ترى صورة الله في الآخر. This is also a good lesson for us. We want to see the action of God in us, in our children, what is connected to us. Others, we don't care. وهذا يحصل معنا أحيانا أننا نريد أن نرى حضور الله فينا ولكن الآخرين ليس هنالك حضور لله فيهم. But this is not the way the kingdom of God grows. وكذلك هنا ليس هكذا يعمل ملكوت الله فينا. To be community is to be able to see the action of God in us and the others too. أن نكون شركة وجماعة هي أن نبصر حضور الله في حياتنا نعم ولكن أيضا في حياة الآخرين. كما أشاد المطراند عيبس خلال القداس الذي أحيته جوقة سيدة الجبل وكشافة دير اللاتين في الحصن بالجهود التي بذلت من قبل كافة الجهات المعنية في محافظة عجلون لتسهيل أداء الحج ووصول الحجاج المسيحيين إلى موقع سيدة الجبل لأداء صلواتهم. بدوره أكد راعي كنيسة سيدة الجبل في عنجرة الأب يوسف فرانسيس أهمية الحج إلى كنيسة سيدة الجبل في عنجرة التي تعتبر ملتقا لآلاف الحجاج من مختلف محافظات المملكة كونها معتمدة من قبل الكنيسة المحلية ودائرة الحج الفاتيكانية ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة داعيا أن تكون ثمرة الحج سلاما وخيرا على جميع المشاركين وذويهم. وخلال القداس ألقيت العديد من الكلمات والقراءات والتراتيل من الإنجيل المقدس والتي ركزت بمجملها على المحبة والتسامح. ويشار أن مزار سيدة الجبل تم اعتماده منذ 22 عاما من قبل الفاتيكان ووزارة السياحة والآثار الأردنية كأحد أبرز مواقع الحج المسيحي في المملكة. ارفع يدك